على كل إن. فتخيل إلي خيل إلي حتى ما نغرق باللغة أن وصفي رجع إلى الحياة، خيل إلي بمعنى بالمعنى الحرفي إنه طلع من قبره وشافني، شافني جاء قال لي شو. فبقول أنا هاي القصيدة اللي اقترحت مين اللي جاب لك إياها؟ أنت ما أنت بشو. بقول قد عاد من موته وصفي افتراض ليسألني هل ما يزال على عهدي به وطني، ولم يقل إذ رأى دمعي يغالبني إلا كفى وأعيدوني إلى كفني. فباطن الأرض للأحرار أكرم من كل الذي فوق ظهر الأرض من عفني. ماذا أقول لوصفي والدماء على كلتا يدي تعريني وتفضحني. أنا بعرف المقصود ما وراء الكلام. أنا قتلت أبي، أنا قتلت أبي والحقد يعصف بي، وكان مني مكان الروح في البدن. هاي رسائل مخفية. وهو الذي إذا بدكم بحكي لكم ليش بعد ما أخلص. وهو الذي شوف أفضل وصفي على حيدر محمود. وهو الذي من ظلام الخوف أخرجني، ومن قيود الأسى والزيف حررني. ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ إني تركتك للتجار في النار كي يمتد بي زمني. لاحظوا المتنبي موجود. ما كنت أوثر أن يمتد بي لأرى بحري يراودني عني وعن سفني. لقد رأيت الذي حذرت منه أذى على أذى وأسى. لقد رأيت الذي حذرت منه أذى على أذى وأسى كالظل يتبعني عن كل هم أنا المسؤول. أدفع ما يستحق علي الدفع من ثمني. دفعت حتى فواتير اللصوص، دفعت حتى فواتير اللصوص وما أزال أدفعها في السر والعلني. هذا زمان نعم، هذا زمان نعم في أبجدية من لم يبق من خيلهم فيهم سوى الرسن. وصفي وأعرف أن الروح تسمعني. ارجع ولو شوكة في الخصر توجعني، أو زهرة من زهور القفر يابسة تحمي بقاياي من ضعف ومن وهني. ارجع كعصفور دوري يذكرنا بأن ثمة غصنا بعد لم يهني، وأن ثمة لحنا ليس يسمعه إلا الذين لهم قلبان في الأذن. هذا حمانا ونحن العاشقون له، هذا حمانا ونحن العاشقون له. وأنت في كل قلب غير مرتهن، كافي بشيء كافي طويل كثير يعني. الله يسمح أتحدث يعني؟ ها؟ بدي أعلق على القصيدة هذه. تفضل تفضل. هذه أتوقع أنها قيلت قبل عقدين من الزمن أو أكثر يمكن، وكان هذاك الزمان يمكن قبل عقدين ممكن أو أكثر. آه. كان أفضل من زماننا هذا. كان أعددت لزماننا هذا بمثل هذه. آه. هاي لا مش زمان كثير، هاي يعني عمر القصيدة لا حوالي أقل من 10 سنوات، مش زمان كثير. بس في ذكرى استشهاده رقم كذا نسيت قديش يعني. كان احنا في كل سنة قصيدة أخرى أنت تعاتب ذاك الزمان. بحكي عن ذلك الزمان. أيوه.